بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن جزء مهم جدا اللي هو النون لينيارتي اوف ارهينيوس بلوت. احنا اتكلمنا قبل كده عن النون لينيارتي في الكاينتيك بلوت، دلوقتي بنتكلم عن النون لينيارتي في الارهينيوس بلوت. ما هو ارهينيوس بلوت؟ ارهينيوس ده عبارة عن علاقة ما بين الكي اللي هو ثابت التفاعل او ثابت ثابت سرعة التفاعل اللي هو كي سمول مع درجة الحرارة. ده ببساطة في مقدمة هنتجاوزها دلوقتي، ولكن عايزين ننبه لحاجة بسيطة منها، ان شكل السلوب بتاع ارهينيوس بالشكل ده، العلاقة في المحور اكس ما بين 1/t، والعلاقة ما بين المحور الصادي او محور الواي اللي هو لينكي. طبعا 1/t ده معكوس، فمعنى كده ان كل القيمة دي ما تكبر يبقى معناها حرارة اقل، او كل ما تصغر القيمة دي يبقى حرارة اعلى. يعني احنا في المنطقة ديت معناها ان دي هاي تي، درجة حرارة عالية، درجة حرارة عالية، في المنطقة دي تبقى لو تي. ده بالنسبة لأرهينيوس بلوت. هو في مقدمة عن جزء ثيرموداينامكس، معلش عشان الوقت مش هنقول هناخد دلوقتي، ممكن لو توفر وقت هنقول الفيديو عنها. النون لينيارتي في أرهينيوس بلوت ليه قسمين أساسيين، كونكيف أبورد بالشكل ده بيبقى مقعر لأعلى، أو كونكيف داونورد بيبقى بالشكل ده بيبقى مقعر لأسفل. طبعا اللي في قصاد اللينك ايه والواحد على تي. احنا يعني عشان هناخد اول جزء اللي هو كونكيف داونورد، وده المثال اللي فيه اللي موجود، اللي هو مثال اسمه اللي هو كونكيف داونورد، مثال اسمه تير موليكولار رياكشن. تير موليكولار رياكشن يعني تفاعل ثلاثي، يعني ما بين اي وبي وسي. التفاعل ما بين A و B و C دوت بيقول لك ان التيرم موليكولار كوليجن، التصادم الثلاثي الجزيئي، is not probable. غير محتمل. ولكن لازم التفاعل يتم على خطوتين. اول خطوة اللي هي تفاعل الرياكتنت A مع B، بيدينا مركب وسطي اسمه اي بي. هذا المركب الاي الوسطي اي بي في خطوة تانية بيتفاعل مع السي زي ما احنا شايفين كده اهوت. الاي مع البي بيديني اي بي في خطوة عكسية، وهنشوف دلوقتي الخطوة العكسية دي يعني ايه معناها. والاي بي بعد كده بيتفاعل مع السي اللي هو الرياكتنت التالت، ويدينا برودكت. احنا كده في ملحوظة لازم نقولها، ان الباي موليكولار كوليجن از بروبابل. يعني احنا قلنا التير موليكولار از نوت بروبابل، لكن الباي موليكولار از بروبابل. طيب التفاعل اللي هو نعرف التفاعل اللي احنا خدناه ده ايه الخواص بتاعته، بيقول لك ده كومبلكس رياكشن، تفاعل معقد with pre-equilibrium step، مع خطوة عكسية. الخطوة العكسية دي competitive، يعني فيها competitive، فيها متنافستين، to limiting rate steps، في خطوتين متنافستين في التفاعل دوت، مش في pre-equilibrium، في التفاعل اللي هما متنافستين، اللي هي K-1 اللي هي خطوة إعادة تكوين الـ AB مرة تانية للمكونات بتاعته الـ AB أهي. الخطوة دي خطوة محددة للتفاعل، ودي بتستهلك الاي بي. وتاني خطوة متنافسة معاها اللي هي كي تو، كي وان، هو كي وان وكي تو، هو رمز للخطوتين بالكي ماينس وان والكي تو. التير مولكيولار رياكشن دوت اهو، اي بي زي اي زي بي زي سي بيديني برودكت، ده التفاعل العام. التير مولكيولار كوليجن از نوت بروبابل، سو رياكشن اوكي ات تو ستيبس، اي زائد بي اللي هو باي مولكولار كوليجن از بروبابل.
في الريت بتاع اول السهم اللي هو الامامي كي واحد، السهم الخلفي الراجع كي ماينس 1، والاي بي زائد سي دوت اللي هو كي 2، مفيش في عكس خطوه عكسيه اللي هو كي 2. كل كي من دول قصادها بالظبط في اي 1 واي ماينس 1 واي 2. الاي طبعا اللي هي اكتيفيشن انرجي اللي هي الطاقه اللازمه لاحداث التفاعل، اللي هو البارير اللي انا لازم او الثمن اللي لازم ادفعه من الطاقه عشان الخطوه تتم. واحنا عارفين ان ديت في اهينيس بلوت هي السلوب، بمعنى بسيط جدا يعني سيبنا من الاشاره ان هي ماينس اي، لكن الماينس اي على ماينس اي على ار، يعني احنا اهينيس بلوت اهو عندنا السلوب بتاعه ماينس اي على ار. سيبك من الار دي ثابته وسيبك من الاشاره الثابته السالبه، احنا بنتكلم على الفاليو نفسها، القيمه ديت قيمه عاليه، قيمه عاليه يعني قيمه السلوب. فمعنى كده ان السلوب ده هو الاي، اللي هو الاي بتاع التفاعل، يعني الاي دي السلوب بتاع الارهينيوس اللي هي اللي بيحدد لي شكل الكيرف بتاع ارهينيوس. الاستراتيجيه اللي احنا هنعملها ان احنا الاول حاجه التفاعل ده هنجيب الريت بتاعته، نجيب الريت رياكشن المعادله اللي هي بتحدد لي الريت بتاع تكون البرودكت، الريت بتاع الرياكشن. تاني حاجه، تاني استراتيجيه ان انا حدث التفاعل دوت عند ظروف مختلفه. ايه الظروف المختلفه؟ ظروف مختلفه خاصه بالتفاعل نفسه، يعني انا دلوقتي التفاعل نفسه في احتمالين، انا عندي كام خطوه بتنافسه، عندي اي 1 اي ماينس 1 واي 2، ممكن تكون اي 1 اكبر من اي 2، اي ماينس 1 اكبر من اي 2، ممكن تكون اي 2 اكبر من الاي ماينس 1. دول حالتين انا ما اعرفش التفاعل بتاعي هل كده ولا لا. طيب ايه بقى كل حاله من دول انا هطبقها عند الظروف المنحنى نفسه، ان انا هشوف عند درجه حراره العاليه ايه السلوك. السلوك هنا معناه ايه؟ ان هو اسمها حاجه اسمها اي اوبزرفد، اللي انا بقيسها، اللي انا كراجل ماليش دعوه بالموضوع، انا راجل بقيس في المعمل، هديك النتيجه بحاجه اسمها اي اوبزرفد، انت خدها فسرها زي ما انت عايز. فانا هجيب الاي اوبزرفد دي هشوف ايه علاقتها بالايهات اي 1 او اي 2 او اي ايا كان. فانا من شكل ان انا حدث السلوكيات عند الـ كل واحد من دول، كل احتمال من دول هشوف السلوكيات، يعني لما يكون اي 1 اي ماينس 1 اكبر من اي 2 مثلا هشوف سلوكها كده عند إيه؟ عند درجات الحراره العاليه والمنخفضه. ولو في احتمال تاني ان الاي 2 اكبر من الاي ماينس 1 برضو حدث سلوكها عند الاي 1 عند الحراره العاليه والحراره المنخفضه. دي الاستراتيجيه اللي هقيسها، وان شاء الله نشوف الفيديو الجاي هنبتدي نعمل ايه في التيرموليكولار رياكشن. شكرا.